سنستعرض طريقة تغيير صلاحيات الملفات. عند الضغط على 3 نقاط سنفتح في الشيربوينت، ثم سنضغط على كلمة General لتغيير صلاحيات الملف كامل. عند الضغط على 3 نقاط سنضغط ثم على كلمة Manage Access، ومن هنا يمكن تغيير صلاحيات الأعضاء من Can Edit إلى View. بهذه الطريقة لا يمكن للأعضاء تغيير أي شيء ضمن هذا الملف، ملفات مهمة.